سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين، كلشي مزيان. كنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كما كتشوفوا فيديو متنوع كما العادة، خاص بالأعمال اليدوية. كما كتشوفوا هذا إزار ديال التربية اللي غدا نخدمه معاكم بالصباغة على التوب. كما كتشوفوا هاد التوب ديال بوبلين، فغي بوبلين، يعني كما كتعرفوا هاد التوب ديال بوبلين فيه انواع، كاين الرقيق وكاين اللي شويه غليظ وكيكون واقف، كتكون الخدمه فيه زوينه. مهم كما غتشوفوا معايا، انا خديت دابا التوب، راني مسرحاه على الزربيه، طاويه على جوج. كما كتشوفوا التوب متني على جوج، فيه متر ونص على متر وعشرين. تقدروا ديروا متر ونص على متر، ماشي مشكل. انا غير بقات لي ديك العشرين، ما بغيتش نضيعها، خليتها هكاك متر ونص على متر وعشرين. كما كتشوفوا هاد الجهة هي اللي فيها متر ونص وهي اللي طاوية على جوج، والجهة الاخرى فيها متر وعشرين. كما كتشوفوا انا حاطة قدامي الرشمة ديال اللي اختاريتها باش نديرها في هاد ليزار. هاد الرشمات البنات كناخدهم من الموقع ديال، من التطبيق ديال بانتريست. انا غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تدخلوا ليه. راه تطبيق زوين وكتلقاو فيه اي رشمه احتاجيتو، اي رشمه بغيتوها راه كتلقاوها في هذاك التطبيق. كما كتشوفوا خرجتها على هذا الشكل، كبيره شويه، وهذيك الرشمه اللي لتحت هي من نفس الموقع، حتى هي خرجتها كبيره. كما كتشوفوا هذا هو الفاشيون اللي غنخدم به، هذا كيجي بريون. انتما تشوفوا الخدمه كيفاش كتجي، كتجي زوينه وبريون. هذا البنات الثمن ديالو داير 25 درهم من عند المحلات ديال الصباغه ديال الثوب وديال الزجاج، وتقدروا تلقاوه في المحلات اللي كيبيعوا فيهم العقيق ولي دونتيل وداكشي. راه فيه الالوان اللي بغيتو، فيه الالوان بزاف، اكثريه انا كنخدم بهاد لارجونتي والدوري. انا غنخدم دابا بهاد لارجونتي، وبطبيعه الحال غنحتاجو البابي كاربون في هاد اللون. من الاحسن يكون هاد اللون بالنسبه للابيض، حيت هادوك لي بابي كاربون الكحلين او الزرقين كيوسخوا الثوب الابيض. من الاحسن يكون هاد الصفر، ما كيبقاش باين. المهم البنات بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادا نخدم هاد ليزار. كما كتشوفوا الثوب كما قلت لكم مطوي على جوج، هذه هي البلاصه اللي غادا ندير فيها انا الخدمه ديالي. اختاريت السونتر ديال ديك البلاصه، الوسط ديالها، باش غندير هاد الرشمه وغنرشمها. كما كتشوفوا غنرشمها فوق الثوب، درت دوك لي بابي كاربون حطيتهم مع بعضياتهم ودرت هاد الرشمه فوق منهم. مهم طريقه الرشيم راه كلشي عارفها، يعني حطيت الرشمه وغندوز عليها بقلم رصاص او ستيلو او اي ستيلو، واخا ما يكونش كيكتب. المهم من الاحسن يكون كيكتب باش يبان لكم اشنو درتو اشنو اللي مازال ما درتوش. كما كتشوفوا انا راه رشمت هاد الرشمات، كنتمنى يكون التصوير واضح. ما قدرتش نشد لكم الطريقه ديال الرشيم حيت يد شاده بها التليفون ويد كنخدم بها، يعني حطيت التليفون حتى رشمت وعاد كملت التصوير. وكما كتشوفوا شديت هنايا داك الرشيمات اللي غندير، هادو خرجتهم غير من التليفون حيت غير رشيمات صغار، ما بغيتش نخرجهم عند مولين سيبر، خرجتهم غير من التليفون. هكا كبرت الصوره ورشمت، حيت البابي اللي رشمت عليه شفاف. تقدروا تستعملوا ورق الانسوخ
او ورقه بيضاء، يعني ملي كتحطوها على التليفون كتبان لكم الرشمه. كما كتشوفوا انا اختاريت هاد الاشكال ديال لي بيبي، هاد ليزار ديال ولد لوسي الحمد لله على سلامتها. بهاد المناسبه كنعاود نبارك ليها، يعني الف مبروك ويتربى في عزها ان شاء الله. كما كتشوفوا سميتو عمر، واختاريت لي هاد الرشيمات ديال لي بيبي، يعني داك اللبسه ديال لي بيبي، البوسيت، السكاته، بيبرون، المهم داكشي اللي ديال لي بيبي. كما كتشوفوا معايا الاسم كذلك قلبت عليه حتى لقيتو، جبدته بالعربيه والفرنسيه ودرت فيه حتى التاريخ ديال الازدياد ديالو. كيبقى بحال هكا الطريقه كتبقى زوينه وكيبقى سوفونير ملي كيكبر الوليد وهذا. المهم كما كتشوفوا معايا انا ديجا خدمت بالفاشيون، خدمت هذيك السيركل ديال الوريقات، وكما كتلاحظوا البنات هنا راه الخدمه ناشفه، يعني داك الخدمه اللي خدمتها بالليل وخليتها بالليل كامل ليله كامله نشفات على خاطره، وعاد رشمت هذا الشيء الاخر. بقيت كنرشم بشويه بشويه، يعني كنرشم وكنخدم وكنرشم وكنخدم، ما بغيتش نرشم كل شيء في خطره واحده. كنت متشوقه بغيت نشوف العمل، يعني البدايه داك الشيء كيفاش غادي تكون، والحمد لله كانت زوينه. كما كتشوفوا هذه الطريقه ديال الخدمه ديال هذا الفاشيون، كتطوري على داك الشيء، يعني الرشمه كامله كتحاولي تعمريها بداك الفاشيون. وإلا شفتوا البنات ملي كيكون خضر بحال هكا راه كيكون ابيض، يعني ما باينينش هادوك البريون، ما باينش حتى كيبس مزيان، عاد كيعطي واحد المنظر رائع كما كتشوفوا، يعني داك البريون كيبان اكثر. بالنسبه للي ما متوفرش على هاد الفاشيون، يعني ما قدرش يتوفر على هاد الفاشيون، كاينه واحد الطريقه سهله ومازال غنجربها معاكم، وهي الكولا البيضاء ديال النجار، يعني هذيك الكولا البيضاء ديال الخشب، كنخلطوها مع البريون على شكل بودر، هذاك البريون يعني اللي كيترش على اللوحات وداكشي، يعني يكفي اننا كنخلطو غير الغراء مع البودر بريون، وكنديرو هكا في تيوب على هاد الشكل، يعني يكون عندها بحال هاد الرويس باش نتخاصيو به الرشمه ديالنا. المهم كما كتشوفوا انا تخاصيت الاسماء، وكتحاولوا البنات تملؤوا جميع الفراغات، يعني ما تخليو حتى شي بلاصه خاويه، يعني اون فوا كديروا الاطار وداكشي للوسط كتعمروه كامل على هاد الشكل باش كيجي الاسم عامر بالبريون. كنتمنى البنات يكون الفيديو واضح ويكون التصوير كذلك واضح، ونتمنى هاد الفيديو يراق الاعجاب ديالكم. واللي كيزور القناه ديالي اول مره ما يبخلش عليا باشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي، وما يبخلش عليا كذلك بلي لايك باش تدعموني، واي سؤال عندكم خليوه ليا في التعاليق وباش تشجعوني، كنفرح ملي كنقرا التعاليق ديالكم والدعم ديالكم، الله يجازيكم بخير وشكرا شكرا بزاف. غنكمل بنفس الطريقه البنات، غندير الفاشيون في الرشيمات كاملين. ونسيت واحد النقطه، دائما يكون عندكم واحد البابي باش تمسحوا الرويس ديال داك التيب حيت كيتكوانص بعض المرات. المهم هذه هي النتيجه ديال العمل ديالنا. كما كتشوفوا انا درت عليه، دخلت عليه داك اللوين الدوغي، هذاك ماشي فاشيون البنات، هذاك صباغه حتى هي فيها شويه ديال البريون، غنشاركها معكم في اعمالي الجايه ان شاء الله. ودرت هذوك لي بابيون حتى هما بنفس لو تيم، يعني حتى هو بريون مع دوك الحجيرات، وحتى هاد الدونتيل درتو حتى هو فيه هاد نفس البريون اللي استعملت، حاولت نبقى في تيم واحد، دخلت غير دوك جوج لوينات، دخلت غير البيستاج
اللي درت بيه الوريقات اللي كاينين في السيركل، ودخلت هذاك الدوغي. وانتم تقدروا تستعملوا اي لون، يعني اي دوك اللوينات ديال الوليدات، البلو، الروج، الجون. يعني انا بغيت نبقى غير في هاد اللوينات صافي. وكما كتشوفوا هذا هو ليزار ديالنا، كنتمنى يعجبكم، وخليوا لي تعاليق زوينين الى عجبكم العمل ديالي. هذه المخده ديالو، حتى هي كتبت فيها الاسم بالعربيه والفرنسيه، وكتبت فيها التاريخ الازدياد ديالو. المتراج ديال المخده هو 35 على 45، يعني درت في الطول 45 والعرض 35 كما كتشوفوا. درت هاد الطريقه في الفصاله باش ندخل المخده اللي غادي نعمر باللاوات لداخل. كنتمنى العمل ديالي يكون نال اعجابكم كما قلت لكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك. وشكرا بزاف لمشاهده الفيديو، والى اللقاء في عمل جديد ان شاء الله.